التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ مصعب البريم. أهلا بكم أستاذ مصعب إلى هذه الجولة الإخبارية. توعد الناطق باسم جيش الاحتلال أمس، توعد حركة الجهاد أي أنتم بالرد على صواريخهم أو الصواريخ التي أطلقتموها باتجاه المستوطنات، يعني كيف تابعتم هذه التصريحات؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. بداية، المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة الجهاد الإسلامي يعني محتشدة على قلب رجل واحد وتنطلق من قاعدة صلبة ومن حاضرة جماهيرية يعني تستند إلى حقها الشرعي والمشروع في صد هذا العدوان المتكرر. المقاومة كانت حاضرة في الميدان حينما تصدت لمحاولة الاختراق والتسلل الصهيونية باتجاه تصدير أزمة أمنية وقلق من شأنه يعني أن يعبث بأمن الشارع الفلسطيني. تصدت لكل يعني هذه المحاولات، ثم بقدرة المقاومة على الرد على المستوى الصاروخي وعلى مستوى التحكم بالإمكانات وتوظيف الوسائل المختلفة واستخدام حساسية التوقيت من أجل ردع هذا العدو، كان هناك يعني حضور مميز للمقاومة الفلسطينية. أما تهديدات هذا العدو فلن تفنينا، ولن تسمح المقاومة الفلسطينية لعودة الهدوء على قاعدة الهدوء بالهدوء أو الهدوء الحذر أو الهدوء الذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني من أمنه ومن رؤوس أبنائه وقادته ومقاوميه. إنما المقاومة مصرة على استكمال رسالة الرد حتى تصل رسالة قوية جدا لهذا العدو بأن الهدوء يجب أن يدفع ثمنه وأن يكون هناك حالة من إلجام وردع وإلزام هذا العدو بدفع استحقاقات ومتطلبات هذا الهدوء. نعم، ما الخطوات يعني في المقابل التي ستأخذونها في حال عاد جيش الاحتلال وهاجم قطاع غزة من جديد؟ إلى أي مدى هناك تنسيق مع باقي الفصائل في هذا الصدد؟ يعني على المستوى الميداني المقاومة حاضرة في الميدان، هذا على المستوى الميداني. هناك استراتيجية موحدة، هناك تفاصيل ميدانية، هناك قراءة يعني واعية للمقاومة يعني تنطلق من تقييم الموقف على مدار اللحظة ومن أيضا من دراسة لسلوك العدو الصهيوني سياسيا وأمنيا وعسكريا، أيضا من متطلبات يعني صد العدوان استنادا إلى واجب المقاومة في حماية أبناء الشعب الفلسطيني. من خلال هذه الدراسة المتكاملة والواعية يتطور موقف المقاومة، والمقاومة بالنسبة لأي دور أو وساطة تريد إعادة الهدوء إلى الواجهة تنطلق من قاعدة أن الهدوء لا يجب أن يدفع ثمن الشعب الفلسطيني، على العدو أن يدفع ثمن هدوء حقيقي، وإذا ما قدر لهذا الهدوء أن يعود فلا بد أن يكون وفق شروط المقاومة وعلى أساس إلزام هذا العدو بدفع استحقاقات ومتطلبات هذا الهدوء، أي منع كافة أشكال الاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم سيد مصعب، هناك أنباء عن تقديم مجلس وزراء كيان الاحتلال المصغر موعد اجتماع، كيف تقرأ يعني تحرك نتنياهو وحكومته بخصوص التطورات الحادثة حاليا، وماذا تتوقعون في الساعات المقبلة؟ يعني العدو الصهيوني وعلى عكس المقاومة يعني افتتح هذا الاعتداء بنار كثيفة وباستهداف للمساكن الآمنة والمدنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية واستهداف رياض الأطفال، بينما تدرجت المقاومة باستخدام يعني أدوات صد العدوان وأدوات ووسائل المقاومة. هذا يعني شكل حالة إرباك داخل المؤسسة الأمنية ومؤسسة صنع القرار للعدو الصهيوني، أن هذه النار الكثيفة لم تمنع المقاومة ولم تؤثر يعني على المقاومة. كان يحاول أن يشكل حالة من تراجع أو الضغط على المقاومة، لكن المقاومة أيضا من خلال توسيع دائرة الرد من حيث النطاق ومن حيث القوة التدميرية كانت هناك رسائل واضحة أننا لا يمكن أن نتراجع وأننا لا يمكن أن نسمح لهذا العدو أن ينعم بالهدوء دون أن يدفع الثمن ودون أن نردع أي محاولة للعبث بأمن الشعب الفلسطيني أو استهداف الفلسطيني أينما هو. نعم أستاذ مصعب، النظام المصري من جهته دعا الكيان الصهيوني إلى وقف عمليات العسكرية والغارات على قطاع غزة، وما يرى البعض مناورة من النظام المصري للضغط على بشكل عام من أجل إيقاف هذه الاعتداءات، كيف تنظرون للدعوة المصرية؟
هناك اتصالات مستمرة، وسابقا كان هناك دور الأشقاء المصريين في محاولة يعني وقف الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني على قاعدة واضحة جدا، يعني إذا كان المقصود بدور الوساطة والدور الإقليمي هو منع الاعتداء على الشعب الفلسطيني وإطلاق يد الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في ممارسة حقها في صد هذا العدوان بأدواتها المقاومة التي تختارها هي، على هذه القاعدة نرحب بأي دور يمكن يعني أن يسهم في صد هذا العدوان عن الشعب الفلسطيني. أما التباكي على تهدئة أو تسوية أو هدوء من أجل أن ينعم المستوطن الإسرائيلي الشعب الفلسطيني يبقى يدفع من دمع قطورة من دماء أبنائه، فهذا ما لم تقبل ولم تقبل به المقاومة الفلسطينية. نعم الأستاذ مصعب البريم المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.